عدن هي مبتدأ الدولة، وكان هذا عنوان لمقال كتبه الكاتب سامي غالب في موقع مصدر أونلاين، وأضاف فيه: وجود الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح في عدن تطور إيجابي يتوجب البناء عليه من أجل اليمنيين جميعا، بدءا من عين اليمن عدن. نجاح الحكومة في عدن بإعادة الخدمات وإنهاء التعدد الفوضوي في أدوات حفظ النظام وتنفيذ القانون من شأنه أن يبعث رسالة مفعمة بالأمل إلى اليمنيين جميعا، وتقويض مرتكزات الخطاب الدعائي لشريكي الحرب الداخلية في المحافظات التي تخضع لسيطرتهما. اليمنيون يريدون دولة عادلة، دولة تحميهم من طغيان الفرد وعنت الميليشيا وتغول مراكز النفوذ، ووجود الحكومة في عدن يمثل تهديدا بقدر ما يوفر فرصة. التهديد يتمثل في عجز هذه الحكومة في تلبية التوقعات المعقودة عليها في عدن، وبخاصة فرض سيادة القانون وإنهاء تعدد في القرار الأمني داخل المدينة ومحيطها، وهذا سيؤدي إلى تآكل متسارع للشرعية في عدن، إذ أن الحكومة ستتموضع في عدن تدريجيا باعتبارها محض ميليشيا أخرى بالزي النظامي. الفرصة تتوفر بإدراك الحكومة عناصر قوتها في مدينة تعذبت خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياحها من قبل شريكي الحرب الداخلية، ولح أنها في الأسابيع التالية على اندحار الحوثيين والقوات الموالية لصالح على شفا هوية فوضى ميليشياوية جراء الفراغ المترتب على غياب قوة عابرة للميليشيا لا تتوافر إلا بحكومة تطلع بممارسة مهامها بالقانون.